تحية طيبة لكم مشاهدينا، وأهلا بكم في هذه الجولة اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف الوطنية والدولية الصادرة لنهار اليوم. نستهلها من يومية الأخبار، وعنونت على صفحتها الأولى: العثماني يلتقي النقابات والباترونة لطي صفحة الخلاف. وأوردت اليومية: يرتقب أن تنطلق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي يوم غد الأربعاء وفق ما كشفته مصادر نقابية لليومية، موضحة أن الجلسة القادمة ستجمع الحكومة مع كل من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومؤكدة حسب اليومية أن الجولة الجديدة تأتي في ظل اشتداد الخلاف بين النقابات وأرباب العمل حول عدد من الملفات المرتبطة بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا. يومية الأحداث المغربية اهتمت بالشأن الرياضي وعنونت: مصير البطولة بين يدي القجع. وكتبت اليومية: سيطرت الحيرة على رؤساء أندية البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم بقسميها الأول والثاني بسبب الغموض الكبير الذي سبق اجتماعهم مع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمقرر على الساعة الثانية بعد زوال اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وأكد عدد من الرؤساء في اتصالات هاتفية أجرتها معهم اليومية أن رئيس الجامعة فوزي القجع فضل التكتم الشديد على نتائج مداولاته مع السلطات الحكومية المختصة. إلى يومية الاتحاد الاشتراكي، وعنونت: في عز الأزمة نفقات الخزينة ترتفع بأزيد من 7 ملايير درهم خلال 5 أشهر الأولى من العام. وكتبت: كشفت بيانات أصدرتها وزارة الاقتصاد والمالية أن نفقات الخزينة شهدت خلال الأشهر 5 الأولى من العام الجاري ارتفاعا بحوالي 7 ملايير درهم لتصل في نهاية ماي 2020 إلى أزيد من 105 ملايير درهم عوض 98 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعزت مديرية الخزينة العامة هذا الارتفاع في نفقاتها العادية إلى الزيادة ب 15% التي عرفتها نفقات تسيير الإدارة. نفتح صفحتنا الدولية من صحيفة الشرق الأوسط، وعنونت: تحذير أممي من تسارع كورونا وأثار تستمر عقودا. إذ حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من تسارع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن العالم احتاج للوصول إلى المليون الأول من الإصابات إلى أكثر من 3 أشهر، لكن جرى الإبلاغ عن المليون حالة الأخيرة في غضون 8 أيام فقط. وتوقع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حسب الصحيفة أن تدوم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للوباء لعقود، لافتا إلى أن أكثر ما يهدد العالم في مواجهة الأوبئة هو ضعف التضامن العالمي. إلى تونس مع صحيفة القدس العربي، وكتبت: اندلعت مواجهات عنيفة أمسنا الاثنين بين محتجين غاضبين يطالبون بالتنمية والوظائف، والشرطة التونسية التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم في مدينة تطاوين في جنوب البلاد في تصعيد للاحتجاجات التي بدأت يوم الأحد. ويطالب مئات المحتجين، تقول الصحيفة، الحكومة بتطبيق اتفاق سابق يقضي بتوفير وتمويل مشاريع اختصاص البطالة في المنطقة، وهي من أعلى المعدلات في البلاد بحوالي 30% مقارنة بالمعدل الوطني الذي يبلغ 15%. إلى صحيفة العرب اللندنية، وعنونت: الصين تعلن انضمامها لمعاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة. وأوردت: أعلنت الصين أمسنا الاثنين أنها ستنضم إلى معاهدة دولية تنظم مبيعات الأسلحة، وسبق أن رفضتها الولايات المتحدة مؤكدة التزامها بجهود تعزيز السلم والاستقرار في العالم. وصوتت أعلى هيئة تشريعية في الحزب الشيوعي السبت بالموافقة على قرار بشأن الانضمام لمعاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، والتي تهدف إلى ضبط تدفق الأسلحة في مناطق النزاع. ويأتي هذا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي نيته سحب الولايات المتحدة من المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في 2014. نهاية جولة اليوم من قراءة في الصحف، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.